تحديد وخاص لإرساء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. طبعا أتوجه اليوم إلى أوكرانيا من أجل حضور اجتماعات مهمة، وذلك من أجل التعاون التركي الأوكراني، وذلك منذ عام 2012 و2013. طبعا هناك كانت عدة اجتماعات حضرت على خلال السنوات الماضية، وسنعقد في هذه الزيارة الاجتماع الثامن من أجل التعاون الاستراتيجي وآلية التعاون الاستراتيجي بين تركيا وأوكرانيا. طبعاً سيكون إلى جانب هيئة مختصة من بعض المعنيين في وزارة الاقتصاد، وأيضاً زيارتim kapsamında devlet başkanı Zelenski ile baş başa ve heyetler سيكون بيني وبين الرئيس الأوكراني سيد زيلينسكي مؤتمر صحفي، وأيضا سيكون بيننا نقاش مهم جدا من أجل مناقشة العلاقات الثنائية، وأيضا سيكون هناك تبادل في الآراء حول القضايا الإقليمية وأيضا الدولية. طبعا سنقوم بالعمل المشترك وأيضا الحديث المشترك حول كل القضايا المتبادلة بين تركيا وأوكرانيا. سنناقش بعض المشاريع السياحية والاقتصادية وأيضا السياسية إلى جانب ذلك. طبعا هناك ازدياد في عدد السياح الأوكرانيين، حيث كان هناك 1.5 مليون سائح أوكرانية زار تركيا في العام الماضي وإلى حد الآن، واستطعنا الوصول إلى الهدف المشترك بين تركيا وأوكرانيا في مجال التبادل، حجم التبادل التجاري. وطبعا هناك ازدياد في هذا البعد. يمكننا القول أيضا أن العلاقات الاقتصادية في تزايد مستمر وأيضا في تطور مستمر، والصادرات إلى أوكرانيا ازدادت منذ السنة الماضية وإلى حد الآن، والتجارة الخارجية الآن في تطور مستمر، وأيضا سنناقش هذه التجارة والعلاقات التجارية ونهدف إلى الوصول إلى 10 مليار دولار، إلى 10 مليون دولار في هذه العلاقات التجارية وفي حجم التبادل التجاري. طبعا نعتبر أوكرانيا أنها الشريك الاستراتيجي، وخصوصا في منطقة البحر الأسود، ودائما كنا واقفين إلى جانب أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيادتها، ولا نعترف باستعمار القرم، ونحن سنعمل من أجل الوقوف إلى جانب إخواننا في القرم. كما تعلمون أن هناك كان هناك مشروع أجل للأراضي الأوكرانية ومن أجل دعم أوكرانيا، و كان هذا التعاون ومجلس التعاون على رأس تركيا، وكانوا السفراء الأتراك على رأس هذا المجلس. وطبعا هناك البعد الأهم في هذه العلاقات هو الدفاع عن إخواننا في القرم وعن تتار القرم، فبالتالي وجود القرم ووجود أوكرانيا في هذا المجلس مهم جدا، و نحن نقف إلى جانب إخواننا في القرم، وسنناقش هذه القضية عندما نزور أوكرانيا، وأأمل أن يكون هناك نتائج إيجابية، وأن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لأوكرانيا ولتركيا بشكل مشترك. زملائي الأعزاء، الآن بالنسبة للأسئلة أعطيكم الكلمة، تفضلوا.
Haber televizyon kanalından Mahmut Keşan. Sabah üzücü haberi aldık. 4 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı. هناك 4 شهداء أتراك و 9 جنود أتراك من الجرحى. السيد إبراهيم كلن في تغريدة له قال أنه سيكون هناك الرد المناسب. وهل من المنتظر أن تكون هناك عملية عسكرية جديدة في الفترة المقبلة؟ كما تعلمون العملية العسكرية مستمرة، لم نتوقف، وهناك 40 نقطة تقريبا تم تخطيطها وهي موجودة، تم تحديدها، وتقريبا بين 30 و35 سوري تم تحييدهم خلال هذه العملية العسكرية، ولكن نحن لم نضع نقطة، والعملية العسكرية مستمرة، وتم تحييد من 30 إلى 35 سوري ضمن هذه العملية. ونحن قلنا بشكل مؤكد أن النظام السوري هو الهدف هنا، وجنود النظام السوري هم الهدف هنا، لأنهم هم من هاجموا جنودنا الأتراك، ولا يمكننا أن نقف صامتين هنا إزاء هذا الهجوم. وسنحاسب كل مسؤول عن هذا الهجوم. وحاليا الطائرات التركية وأيضا الآليات الدفاعية التركية مستمرة بعمليتها العسكرية. نورغل دونماز تيرت هابر. Efendim bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? هل سيكون هناك أي محادثة دبلوماسية بين تركيا وروسيا في الفترة المقبلة بعد هذا الهجوم؟ ما هي المحادثات الدبلوماسية المنتظرة في الفترة المقبلة؟ طبعا وزير الخارجية التركي، رئيس الاستخبارات التركية، وزير الدفاع بدأوا تقريبا بالمحادثات الدبلوماسية. ووزير الخارجية كما تعلمون قبل يوم أو يومين كان له محادثات مع الجانب الروسي، ولكن في فترة هذه إذا لم نحصل على النتائج التي نرغب بالحصول عليها، طبعا أنا سأقوم بالنقاش المباشر مع نظيري، وأيضا سأبدي وجهة نظر تركيا ووجهة نظرنا نحن كتركيا في هذه النقطة عن المستجدات. وطبعا كما تعلمون القادة العسكريين الأتراك أبدوا بآرائهم وبطرق متابعتهم لهذه المستجدات الميدانية في سوريا وفي الحدود التركية السورية. بالنسبة لخطة العصر التي كان قد تم الإعلان عنها من قبل السيد ترامب، وأنتم ناقشتم السيد محمود عباس عن بعد هذه الخطة، ما هي الفترة ما المنتظر في الفترة المقبلة حول فلسطين والقدس خصوصا بعد هذه الخطة؟ طبعا بالنسبة لصفقة القرن نحن نعلم جيدا أن هذه الصفقة ليست صفقة سلام، بل هي صفقة استعمارية. وبعد الإعلان عنها ما قمنا نحن كتركيا باستخراج بعض البنود من هذه الخطة. أحد هذه البنود أن tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. يتم ذكر فلسطين مثلا أو الجانب الفلسطيني، ولكن هذا عبارة عن تخويل لا أكثر من ذلك. مثلا يتم مثلا هناك أحد البنود التي تم الإعلان عنها أنه يجب على الجانب الفلسطيني أن يقبل
الشروط الشروط للشروط لمئة عام أو بعد مئة عام، أو مثلا البند الثاني يقول أنه يجب سحب الأسلحة من حماس وأن يتم إعلان هذه المنطقة منطقة خالية من الأسلحة. إذن حماس ستسلم أسلحتها ولكن ماذا عن الأسلحة من الجانب الإسرائيلي؟ ماذا عن أسلحة إسرائيل؟ ماذا عن الأسلحة النووية التابعة لإسرائيل؟ فنحن نرى أن هؤلاء الناس يقومون في الجانب الفلسطيني في فلسطين عن الدفاع عن أراضيهم ويدافعون عن حقوقهم. لا يمكننا أن نعتبر هؤلاء إرهابيين، ولكن مثلا أنا كان لي لقاء بين رئيس حماس، وبالتالي نحن لا يمكننا أن نرى أن هذا تنظيم أو ما شبه ذلك، لأن تنظيم YPG، تنظيم PKK، تنظيم PYD الإرهابيين يقومون بلقاء القادة الأمريكيين وبعض المسؤولين الأمريكيين، وهم لا يعتبرونهم تنظيمات إرهابية. وأيضا هناك بند آخر مهم، وهو إعطاء مهلة ما يقرب من 4 سنوات، وهذا الأمر غير معقول. كما تعلمون هذه الصفقة مؤلفة من مئات الصفحات، ويقولون أن القدس عاصمة إسرائيل وأن القدس الشرقية ستكون عاصمة لفلسطين، وأيضا قرية أبو ديس ستكون تابعة لإسرائيل. يعني هناك عدد كبير من الأمور المعقدة، وأيضا سيمنع حق العودة للفلسطينيين، أي أنه كل الفلسطينيين الموجودين حاليا خارج فلسطين، وهم يقربوا من 5 إلى 6 ملايين فلسطين، مليون فلسطيني، وهم حاليا ضمن هذه الصفقة سيمنعون من العودة إلى فلسطين. وأيضا ضمن هذه الأراضي سيقومون بإنشاء السفارة الأمريكية، وأيضا ستكون هناك لجنة مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سيتم تأمين من 5 إلى 6 مليار دولار من أجل إعادة إعمار فلسطين، وهذه كلها أكاذيب. إلى من سيتم تقديم هذا الدعم؟ هذا الدعم إلى إسرائيل وليس إلى الأهالي الفلسطينية، وليس إلى فلسطين، وليس إلى الحقوق الفلسطينية. حتى الضرائب التي تم جمعها إلى منذ عدد كبير من السنوات ومنذ عدة سنوات لم يتم تقديمها إلى الفلسطينيين. حقوق الفلسطينيين مسلوبة، ولم يقدموا لهم الكهرباء والماء وما شبه ذلك من الحقوق الحقيقية التي يجب أن تكون إلى الفلسطينيين. هل هذا الأمر معقول؟ وأيضا العمل على تطوير العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. والأمر المفاجئ هنا أن الجامعة العربية أجابت بشكل مفاجئ إلى إسرائيل، ونحن بعد هذا الجواب نأمل أن تستمر الجامعة العربية باتخاذ هكذا قرارات ضد إسرائيل. و هذه هي اللائحة حاليا التي نراها، وهذه هي الصورة التي نراها الآن أمام أعيننا، هذه الصفقة والإعلان عنها، وخصوصا موعد هذا الإعلان عن هذه الصفقة مثير للجدل، وخصوصا أن نتنياهو كان قد خسر الانتخابات كما تعلمون، وأيضا بعض الدول التي ساهمت في هذه الصفقة، وأيضا رضا بعض الدول العربية على هذه الصفقة يعتبر ذل بالنسبة إلى الرأي العام. شكرا جزيلا. الملاحظة الأخيرة أنه تم
في الساعة 6:15 تم الضرب 45 هدف سوري، والعملية العسكرية مستمرة بجد كامل. Thank you.